خليني ارحب بالمستشار محمد عبد الوهاب رئيس التنفيذي للهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره. سياده المستشار اسعد الله مساءك. مساء الخير استاذ نشأت، يعني مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. سياده المستشار مبروك الاول على ما تم انجازه وتم افتتاحه اليوم بحضور وتشريف السيد الرئيس. الله يبارك في سيادتك يا فندم، الله يبارك في سيادتك. يعني النهارده حضرتك القيت كلمه واستعرضت جهود الهيئه خلال الفتره الماضيه، يهمني في هذا المقام ان اصل للمشاهد من خلال كلمات حضرتك عن مجموعه ارقام حضرتك قلتها النهارده تم الوصول اليها، حجم الاستثمار اللي وصل لمصر، ايضا حجم الشركات اللي تم الترخيص لها، حجم القضايا والنزاعات اللي تم حلها، اعتقد صوره مجمعه للناس عشان تعرف الدوله جاده بالفعل في تشجيع الاستثمار بالفعل وليس بالكلام. طبعا احنا استعرضنا النهارده يعني زي ما حضرتك بتقول ارقام وحاجات اتحققت بالفعل، اهمها طبعا اول حاجه كان التوسع في انشاء مراكز خدمات المستثمرين، اللي احنا ان شاء الله يعني على اخر السنه هنوصل ل 15 مركز على مستوى الجمهوريه. وهي المراكز دي اللي الناس يعني بتسميها الشباك الواحد، هو وفقا لقانون الاستثمار 2017 اسمها دلوقتي مركز لخدمه المستثمرين، وده في جميع الجهات الحكوميه اللي بتصدر التراخيص، يعني الشهر العقاري، السجل التجاري، وزاره الداخليه ياخدوا الاقامات من عندنا، المستثمرين الاجانب، كل ده موجود في المركز. والحمد لله المركز بيقدر يستخرج التراخيص، وعندنا توجيهات طبعا يعني بالمتابعه اليوميه بالتوقيتات الزمنيه لاصدار هذه التراخيص، انها ما تتاخرش عن المده المحدده لاصدارها قرار الاصدار دوله رئيس الوزراء اللي هو خلال 20 يوم. واتكلمنا ايضا على التوسع في انشاء المناطق الاستثماريه والمناطق الحره. حتى النهارده دخلت منطقه حره، احنا رفعنا كفائتها، هذه المنطقه منذ السبعينات طبعا، والحمد لله احنا رفعنا كفائتها عشان نقدم خدمه افضل للمستثمرين. صحيح. والاهم من كده يا فندم هو تسهيل الاجراءات على الناس، يعني طبعا المستثمر اهم حاجه بالنسبه له الاجراءات، يعني الاستثمار اللي بنقوله هو الاستثمار اجراءات، فاحنا الفتره اللي فاتت دي الحكومه يعني في تركيز جامد في ان احنا الاجراءات تخلص في وقت محدد، وجميع الجهات تلتزم بهذه التوقيتات المحدده، ودي توجيهات كانت سياده الرئيس النهارده واحنا شغالين عليها، بحيث ان احنا ان شاء الله كل الجهات تلتزم بها الفتره القادمه، ويبقى في تراخيص اكتر ومصانع اكتر ومشروعات جديده ان شاء الله. سياده المستشار يعني اديني مجموعه ارقام حضرتك قلتها النهارده اكدها تاني، حجم الاستثمار الذي جذبته ونجحت مصر في جذبه خلال الفتره الماضيه كان رقم اعتقد على ما اتذكر 9 مليار دولار، ده استثمار مباشر اجنبي مباشر بخلاف الاستثمار في قطاع البترول. طبعا دي الاستثمارات في القطاعات غير البتروليه، وطبعا احنا زمان يعني كنا دايما نقول الاستثمار الاجنبي زي البترول هو اللي بيزوده، دلوقتي الحمد لله احنا عندنا في القطاعات الاخرى زي الصناعه وزي قطاع الاي تي وزي الصناعات الاخرى عندنا استثمارات، عندنا شركات تاسيس شركات جديده، توسعات، اعاده استثمار ارباح لشركات قائمه موجوده في مصر، كل ده كان له اثر في زياده هذا الرقم في الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله الفترة القادمة يكون في زيادة أكثر بإذن الله. السيد الرئيس النهاردة قال يا جماعة حلمنا 100 مليار دولار صادرات، لكنه مش كفاية وقليل بالنسبة لأحلامنا. تقديراتك سيادة المستشار كيف ندفع بعجلة التصدير من خلال الاهتمام بالمشروعات في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية؟ هو طبعا المناطق الحرة زي ما حضرتك عارف إن ده أساسها هو التصدير. صحيح. يعني هو طبعا بياخد اعفاءات ضريبيه وجمركيه مقابل ان هو بيصدر 100% من المنتج. فطبعا احنا حريصين ان احنا من الشركات كلها اللي حضرتك شفتها النهارده يمكن عرضت قدام سيادتك في دول نموذجين فقط، لكن في ايضا كان موجود النهارده في الخيمه عدد من الشركات الاخرى النيو كامرز، يعني اول مره يخشوا مصر هيعملوا مصانع جديده من نظام المناطق الحره. في شركه زي شركه سوموتومو النهارده عرضت على سياده الرئيس مصنع، اكبر مصنع لضفاير السيارات للشركه هيكون في مصر في العاشر من رمضان، والشركه دلوقتي شغاله فيه الحمد لله، احنا وقعنا معاه وبداوا في الاجراءات. يعني عندنا اكثر من نموذج الفتره اللي جايه، واحنا شغالين طبعا على يعني طرق الابواب في البعثات اللي احنا بنقوم بيها بالتوريد للدول الاخرى بالحوافز اللي بتبقى معانا عشان نقدر نزود صادراتنا ونوصل للطموحات الموجوده لدينا ان احنا نبقى ان شاء الله اكثر من هذا الرقم بكثير باذن الله. سياده المستشار مبروك مره ثانيه واشكرك على هذه المعلومات وهذه الاطلاله على برنامجنا في إطار افتتاحات قام بها السيد الرئيس اليوم.